ضمن مشروع توزيع المواد الإيوائية وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تنفذ منظمة صناع النهضة توزيع المواد الإيوائية في محافظة الحديدة. في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة، وزعت منظمة صناع النهضة مواد إيوائية ل1500 أسرة نازحة بمديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة. يعيش النازحون هناك حياة صعبة جدا بسبب الصراعات الحادة التي تشهدها المحافظة. ورغم ذلك تواجدت منظمة صناع النهضة في الحديدة منذ ثالث أيام عيد الفطر المبارك لتوفير احتياجات النازحين وللتخفيف من معاناتهم رغم كافة المخاطر والصراعات. صناع النهضة مع الإنسان أينما كان.